سلام الله عليكم. أسبوع جديد مر على المحروسة، فما بين الأحداث نقرأ خطوط المستقبل، فنرى توطيدا للعلاقات الخارجية مع الدول الشقيقة والصديقة، يصاحبه إشادات دولية لخطى اقتصادية هاجمها المغرضون وأثبتت التجربة نجاحها، وسط إقبال غير مسبوق من الاستثمارات للسوق المصرية، وكذلك جهود دؤوبة لتنشيط قطاع السياحة من خلال دخول أنواع غير مستغلة فيما مضى، وأصولا إلى دخول عالم الفضاء من البوابة المصرية. فالأسبوع المنصرم شهد الكثير من الأحداث، وهذه إطلالة سريعة على أهم أخبار مصر في أسبوع نتابعها ثم نعود. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرص مصر على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات على جميع الأصعدة. جاء ذلك خلال اجتماعاته بكبار المسؤولين الإماراتيين في أبوظبي ودبي. تمكنت القوات الجوية من استهداف وتدمير 10 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، وذلك إثر محاولاتها اختراق الحدود الغربية. كشف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار أنه سيتم إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 عام 2020، وذلك بعد موافقة الحكومة على قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية وإحالته لمجلس النواب. أعلن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الانتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل وعرضه على رئيس الجمهورية، لافتا إلى إطلاق الحملة القومية لضبط معدلات النمو السكاني. أعلن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن المرحلة الأولى لنقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ نهاية 2018، لافتاً إلى أن مشروع 1.5 مليون فدان مشروع استراتيجي للدولة ولا يمكن التأخر فيه. أعلن وزير التربية والتعليم طارق شوقي فتح باب التقدم إلى المدارس المصرية اليابانية إلكترونياً على موقع الوزارة، مشيراً إلى أن عدد المدارس التي تم فتح باب التقدم لها بلغ 8 مدارس. أهلا بكم من جديد. برنامج إصلاح طموح اتخذت من خلاله إجراءات حاسمة تهدف إلى استعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي وإعادة المالية العامة إلى مستوى قابل للاستمرار، في وقت سعت السلطات إلى حماية محدودي الدخل من خلال تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، فشهد القاسي والداني بالنشاط الاقتصادي الذي بدأ يكتسب قوة متزايدة حتى بدأ قطف ثمار عملية الإصلاح. حول الأداء الاقتصادي المصري وما يواجهه من تحديات نبدأ فقرتنا بهذا التقرير، ونعود لاستكمال والخوض أكثر في غمار هذه التفاصيل، لا تذهبوا بعيدا. للإشادة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا ذكر فيه نجاح البنك المركزي المصري في الالتزام بسعر صرف حر للعملات منذ 3 نوفمبر من العام الماضي، وبقدرة القطاع المصرفي المصري على الانتقال إلى نظام صرف حر لتداول العملات، فضلا عن نجاح البنوك في الحفاظ على كفاءتها فيما يتعلق بكفاية رأس المال. وأشار التقرير إلى انخفاض طفيف في نسبة السيولة بالعملة المحلية، لكنها بقيت أعلى من الحدود التنظيمية تزامنا مع تحسن سيولة العملات الأجنبية وتراجع العجز في العملات الأجنبية. وفي تقرير صندوق النقد الدولي، قال ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير العام للصندوق أن السلطات المصرية قد أثبتت عزما قويا على احتواء المخاطر التي يتضمنها تنفيذ برنامجها للإصلاح، مضيفا أن وجود نظام مرن لسعر الصرف وسياسة نقدية قوية والتزام مستمر من قبل الحكومة بمواصلة إصلاح النظام المالي سيساعد في صقل السياسات العامة للدولة.
وأوضح أن الحكومة قد سعت إلى حماية محدود الدخل عن طريق تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن النشاط الاقتصادي يشهد في الوقت نفسه تزايدا ملحوظا، وبدأت الجهود الرامية إلى الحد من عجز الموازنة تؤتي ثمارها، موضحا أنه مع تحرير سوق الصرف اختفى النقص في العملات الأجنبية. من جديد أرحب بكم مشاهدينا الكرام، وهذا الجزء الأول في هذه الحلقة. اسمحوا لي أن أرحب فيه بضيفي الكريم الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي. أهلا بك دكتور كريم. أهلا بحضرتك. بداية دكتور، ونحن نتحدث عن الاقتصاد المصري، عرج بنا عن رؤيتك لتطور الاقتصاد في الفترة الأخيرة، وكيف تقرأ الحالة الاقتصادية في مصر في الأيام الأخيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية عايز أقول أن الاقتصاد المصري كان بيمر فترة كبيرة من التحديات وجزء كبير من المشاكل. طبعا المشاكل دي ظهرت وزادت، يعني احنا الاقتصاد المصري بيعاني من مشاكل واختلالات بقالنا فترة كبيرة جدا في مشاكل، لكن كانت مش ظاهرة على الساحة، يعني يمكن المواطن ما يحسش بيها. لكن بعد ثورة يناير ابتدت المشاكل تزيد بشكل تدريجي، انخفض الاحتياطي النقدي، سعر الدولار ارتفع، ابتدى يبقى فيه ارتفاع في الأسعار. كل المشاكل دي تراكمت، وكنا محتاجين برنامج إصلاح اقتصادي علشان نحل المشاكل ونخرج من مرحلة النمو البطيء إلى مرحلة النمو السريع. طيب احنا جينا في الفترة الأخيرة من سنة تقريبا، ومصر طلبت من صندوق النقد الدولي قرض بمقدار 12 مليار علشان تبدأ خطوات الإصلاح الاقتصادي. احب اقول ان تكلفة برنامج الإصلاح الاقتصادي تقريبا 21 مليار دولار. احنا خدنا منهم من صندوق النقد الدولي 12 مليار دولار، وهنكمل الباقي بقروض وسندات، يعني من مؤسسات تمويل دولية اخرى. وان على فكرة برضه احب اقول يعني ان هم ال 12 مليار دول هم مش نهاية المطاف، لكن احنا ممكن مؤسسات التمويل الدولية الأخرى تدينا مبالغ أضعاف المبلغ ده. مؤسسات مثل ماذا؟ البنك الأفريقي مثلا؟ البنك الأفريقي أو الصندوق العربي، أو في مؤسسة دولية مالية كبيرة هتخش الساحة الدولية، هو الصندوق الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومصر عضو مؤسس ومشارك فيه بفعالية كبيرة اللي بتنشئه الصين. وطبعا عايز أقول إن الصين بقت لاعب وفاعل كبير جدا في الساحة الاقتصادية العالمية. هي طبعا تعتبر الصين يعني ثاني أكبر اقتصاد في العالم لو احنا قسنا بسعر الصرف، وتعتبر اقوى اقتصاد في العالم لو احنا قسنا بالقوة الشرائية المحلية، لان معروف ان اسعار الاكل والشرب والملابس والتجارة والصناعة جوه الصين ارخص من بره، لذلك هو تعتبر الصين اقوى اقتصاد في العالم. فهي سعت ان هي تعمل مؤسسة تمويل دولية تكون في بكين علشان تشارك الدول النامية وتشارك الدول اللي هي عايزة تبقى فيما بعد ليها حلفاء معاها، ان هي تعمل مشاريع بنية تحتية او تستثمر في التجارة، لان قوة اي دولة في العالم وقمة بريكس خير شاهد على كده. احنا لو شفنا ان مصر شاركت في قمة البريكس ما يسمى بآلية بريكس بلس، وده معناه ان ده معناه ان مصر اصبحت ضيف دائم على جميع المبادرات وجميع المنتديات والاجتماعات الاقتصادية اللي بتعقدها الصين، وده مش ناتج من فراغ، ناتج ان هي عارفة ان مصر قوة إقليمية كبيرة اقتصاديا وسياسيا. يمكن اقتصاد مصر احنا بنعاني من مشاكل كتيرة طبعا وموجودة في أرض الواقع ما نقدرش ننكرها، لكن اقتصاد مصر يتميز انه اقتصاد متنوع، يعني بالتدريج ان شاء الله يتعمل فيه اصلاح اقتصادي ونحل المشاكل والاختلالات اللي موجودة بقالها سنين. يعني هيبتدي على زي ما قال صندوق النقد الدولي ان اقتصاد مصر ابتدى يستجمع قوة، وان البرنامج الاصلاح الاقتصادي اللي مصر ماشية بيه هو نتائجه مبشرة. هو الصندوق بيقول ان شايف نتائجه مبشرة، لكن عايز اقول ان البرنامج الاصلاح الاقتصادي ده بقاله سنة تقريبا، وبرضه ما ينفعش نحكم عليه من سنة. اذا لدينا دكتور مصادر في تنوع التمويل في مصر، صندوق النقد الدولي، ولدينا الصين، حلفاء كثر في العالم. كيف تستفيد مصر من هذه الاشكال من الدعم؟ مصر محتاجة استثمارات في كل المجالات. طبعا مصر استثمرت جزء، والحديث هنا عن استثمارات لا منح. هو طبعا في منح وفي استثمارات. المنح اكثرها جايه من الدول العربيه، لكن احنا بنتكلم على استثمارات بصفه عامه. طبعا احنا جينا بصينا هنلاقي ان الاستثمارات في مشاريع قوميه، يعني خدت جزء كبير من التمويل اللي جه في مصر، محطات كهرباء، بنيه تحتيه، كل ده طبعا مدارس كل دي استثمارات جايه من الخارج بتستثمر، خاصه محطات الكهرباء احنا عندنا ابتدى اصبح فائض، اتحولنا من سنتين كان عندنا عجز في الكهرباء اصبح عندنا فائض. استثمارات كبيره داخله في مجال الغاز الطبيعي والبترول، مصر عندها اكبر احتياطات موجوده
تقريبا في المنطقة أو من أكبر احتياطات العالم في مجال الغاز الطبيعي، وهنبتدي يحصل لنا عملية اكتفاء ذاتي في مجال الغاز الطبيعي على 2018. يعني هو كان الشركات اللي تعمل في الحقول والأبار اللي موجودة في البحر المتوسط كان عندها خطة إن هي مصر يبقى عندها اكتفاء ذاتي في 2019، لكن الحكومة عجلت عشان إحنا محتاجين نعمل اكتفاء ذاتي عشان نقلل استيرادنا من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بقدر المستطاع. فإن شاء الله على 2018 ممكن نوصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي. طبعا لما نوصل لمرحلة اكتفاء ذاتي في الغاز الطبيعي أو بعض المنتجات البترولية، ده طبعا هينعكس على سعر الصرف بشكل كبير، وهينعكس كمان على تقليل الواردات المصرية اللي هي كانت بتشكل الواردات المصرية كبيرة جدا، اللي وصلت مثلا في 2014 مثلا و2015 ل 75 مليار دولار، وده كان مبلغ كبير جدا، انخفض ل 2016 وفقا لبيانات البنك الدولي ل 55 مليار دولار، ونبتدي ان شاء الله يبتدي في تحسن تدريجي. يعني احنا لما نيجي بنشوف نتكلم عن الميزان التجاري، احنا مش بس هنقول ده الواردات انخفضت، احنا كمان عايزين الصادرات هي اللي تزيد. نعم، هي علاقة تبادلية. هي علاقة تبادلية بين الاثنين. اللي محتاجين ندعم صادراتنا تزيد، يبقى عندنا تنافسية، صادراتنا تزيد، منتجاتنا المتنوعة تزيد، نصدر أكبر قدر ممكن. طبعا عايز أقول لحضرتك إن برضه التصدير مش من يوم وليلة ولا سنة وليلة أو من سنة أو سنتين يزيد، لا، هو بياخد وقت، لأن أنت بترجع في الأساس. إحنا بنقول دايما إن السعر الصرفي لما بيحصل فيه تحرير وإن قيمة الجنيه بتنخفض، إن بتبقى أسعارك منافسة في الخارج وإن سلعك بتبقى أرخص نسبيا. الكلام ده فعلا، لكن مش هنيجي في سنة طبعا، لأنك أنت أصلا محتاج الجهاز الإنتاجي بتاعك إيه ظروفه؟ هل هو مرن؟ بتنتج؟ أجلس الآن أمام أستاذ في الاقتصاد السياسي، وإذا أردنا أن نتحدث عن الاقتصاد نتحدث بلغة الأرقام، وربما أعطيك وتعطيني كتبا بها أرقام عن تحسن الاقتصاد المصري. المواطن متى يشعر بهذا التحسن؟ هو ده طبعا السؤال اللي دايما بسمعه، المواطن متى يشعر بالتحسن؟ كتير اتسأل في الشارع. وما هي الآليات كي يشعر المواطن بهذا التحسن؟ طبعا كتير بتسأل السؤال ده طبعا في الشارع، احنا امتى هنشعر بالتحسن؟ هل الاسعار امتى هتنخفض؟ يعني برضو في سؤال بسمعه من الناس، يعني يقول لي هو الدولار امتى هيرخص يرجع تاني ب 10 جنيه؟ هو متصور ان الدولار لما يرخص الحاجات هترخص؟ لا، احنا مش مرتبطين بسعر الدولار ينخفض علشان الاسعار. الان لسنا مرتبطين الان ام كنا مرتبطين قبل ذلك؟ لما احنا كنا مرتبطين بعد التحرير. بعد التحرير، ما هو الغرض من التحرير ايه؟ هو ليس الغرض من التحرير ان الدولار سعره يرتفع مثلا وفقط لغير، لا طبعا، هو مرتبط بالتحرير انك انت تعتبر الواردات تبقى في قيود على الواردات، خلاص الواردات بقت غاليه جدا، فيعتبر البديل المحلي موجود. استراتيجيه الاحلال محل الواردات هي استراتيجيه تنميه الدول كلها تسعى فيها في بدايتها. يعني اول بدايتي في مجال التصنيع، انا هصنع ايه؟ مش هصنع اي حاجه وخلاص، مش هصنع سلع انا مش محتاجها، لا، انا بدايتي في التصنيع او سياسه الاحلال محل الواردات، اشوف اكتفاء ذاتي، انا بستورد ايه. انا لو جيت شفت مثلا احنا بنستورد في 2014 و15 بمبلغ كبير زي ما قلت لحضرتك 70 مليار او 75 مليار، نشوف نشوف البنود، السلع اللي بنستوردها، ايه المواد اللي بنستوردها، ونبتدي نعمل ونشوف حجمها قد ايه، ننتج ما يكفينا وننتج ما يكفينا وما يزيد، إن نقوم بتصدير بالظبط، ان بيبقى عندنا ضمانه. هذه القاعده الاساسيه. ده القاعده الاساسيه، اللي بيبقى عندنا ضمانه السوق المحلي. انا بستورد مثلا ملابس ومنسوجات ب 5 مليار، فانا لو عملت مصانع بتنتج ملابس ومنسوجات بنفس السلع تقريبا اكيد هبيعها، لان انا عندي طلب السوق المحلي موجود. عد بنا الى سؤالي، المواطن البسيط متى يشعر بهذا التحسن، وما هي الاليات التي يجب اتخاذها من قبل الحكومه كي يشعر المواطن بهذا التحسن؟ هي المشكلة الأساسية مش في إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، المشكلة الأساسية في تدارك التداعيات بتاعة برنامج الإصلاح. التقصير اللي بتقوم به الحكومة هي خاضت القرارات، هي قرارات صح، تعريف سعر الصرف، تقليل الدعم بشكل تدريجي، هي قرارات صح وكنا مفروض قمنا بها من زمان، لكن تداعيات القرار. أولا لو جينا لو جه احنا بصينا بعد تحرير سعر الصرف او بعد القيمه المضافه، ارتفعت الاسعار بشكل كبير، او بعد تحرير الطاقه ارتفعت الاسعار بشكل كبير، اكتر من الزياده في سعر الصرف او اكتر من الفرق في سعر الطاقه. لا، ليه الكلام ده حصل؟ مفيش ضوابط على السوق. هو قرار احكام رقابه، مفيش رقابه، احكام رقابه هي الاساس، مفيش احكام رقابه، مفيش معايير وضوابط. لكن عفوا دكتور، يعني بهذه السياسه انت مطلوب ان تقف برقابي على راس كل موظف في الدوله، على راس كل تاجر في الدوله. بالظبط، ما طبعا ده دور الرقابه الذاتيه، دور الاجهزه الرقابيه، الرقابه الذاتيه موجود في جهاز حمايه المستهلك. ممكن كل مواطن يكون رقيب على الاسعار، جهاز حمايه المستهلك دي موجود عندنا في مصر، وتعتبر في كل دول العالم جهاز فعال وجهاز قوي جدا، لانك انت بتتكلم عن جهاز فيه 90 مليون مراقب. انا بخش سوبر ماركت، بخش محل جاي. الى ان يحدث هذا دكتور، دي تتفعل الى ان يحدث هذا، لكن علشان ما هي الاليه السريعه
وضعنا نكون واقعيين على ارض الواقع، ان نكون واقعيين على ارض الواقع، تاتي باحد من الجهاز المركزي للمحاسبات او الجهات الرقابيه ان كانت ويراقب كل شيء في مصر، هذا من المستحيلات في اي دوله وليس في مصر فقط. بالضبط. ما هي الاليات السريعه القابله للتطبيق على ارض الواقع التي تستطيع من خلالها الحكومه ان تقول للمواطن اتخذنا مجموعه من الاجراءات من اجل الاصلاح الاقتصادي كي تعود عليك بهذه المنافع وها قد وصلتك هذه المنافع؟ طبعا عايز اقول ان احنا لو جينا بصينا للارتفاع الكبير في الاسعار فهو يعني ما فيش اسعار هتنخفض وترجع زي ما كانت قبل برنامج الاصلاح الاقتصادي، الكلام ده صعب، او ما فيش حاجه خلال سنه مثلا، يعني ممكن تكون اكتر من سنه يبتدي يشعر المواطن بارتفاع الاسعار. ثانيا هيبتدي يشعر بانخفاض، يشعر بانخفاض الاسعار، يعني برضو مش هتكون زي قبل برنامج الاصلاح الاقتصادي طبعا. الاسعار على الاقل يعني توقف في هذا الارتفاع الجنوني في الاسعار يبتدي دخله يتناسب مع الوضع الاقتصادي، لان الاقتصاد يبتدي يتاقلم ويتكيف مع الاسعار الحاليه، تكاليف الانتاج او اسعار المحروقات او المرتبات او الدخول او اجره العمال، ده كله ده يبتدي يتاقلم بشكل تدريجي مع الاسعار الموجوده. تمام. برضو فكره ان يعني انشطه كبيره موجوده في السوق ما لهاش ضوابط، بتخلي ان الاسعار في حاله انفلات مستمر. يعني لو جينا مثلا هنقول ايه، ما فيش اهتمام من الحكومه بالمشاريع الصغيره والمتناهيه الصغر والمتوسطه. طبعا ده مشكله اساسيه وهي تاصيل لارتفاع الاسعار. يعني ارتفاع الاسعار بيكون مرتبط قاعده الانتاج، انت تزودها، الانتاج لما يزيد، الانتاج المحلي لما يزيد بمكونات محليه، لما تعتمد على سواعد ابنائك، لما تعتمد على الاستثمار المحلي. اذا الملابس المستورده اسعارها غاليه فنذهب الى كفر الدوار او المحله مثلا ونصنع ملابس مصريه، ونصنع ملابس باسعار بسيطه، ما هنرجع مشكله وتنتج ثم من الممكن ايضا ان تصدر طبق القاعده احنا الاساسيه. بس نكفي السوق المحلي الاول. نعم. باسعار مناسبه، لكن طبعا تيجي مشكله تاني، المصانع اللي في المحله. نعم. الالات بتاعتها قديمه متقادمه، ان يجي احنا محتاجين نعمل تطوير لها، محتاج اموال، محتاجه استثمارات. نيجي نتكلم تاني مثلا على المشاريع. يعني في نقطه تانية كانت مهمه جدا وانا كنت شايفها كانت ممكن تحل جزء كبير من الاقتصاد، زي مبادره ال 200 مليار لدعم المشاريع الصغيره. راح فين؟ موجوده فين؟ تعند بعض البنوك وتعند المسؤولين في تسهيل القروض. لكن لدينا قانون الاستثمار دكتور، الكل اشاد به طبعا، ما هو قانون الاستثمار الكل اشاد به وظهر ملامحه، بس هو اتاخر جدا. قانون الاستثمار اتاخر يعني جدا، يعني ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي. جميل. واللائحه التنفيذيه بتاعته انتهت وخريطه الاستثماريه اصبحت واضحه، ونبص هنلاقي كمان ان الاستثمارات في مصر في العام الحالي زادت، وصلت 10 مليار دولار مقابل 7 السنه اللي فاتت، مقابل قبلها كانت 3. يعني انا عايز اقول ان 10 مليار دولار استثمار اجنبي مباشر موجود في السوق احنا ما شفناهوش من 2007 و2008 لما وصل حجم الاستثمارات ل 10 مليار. وحتى كان ساعتها الاستثمارات دي لما كانت موجوده مش نتيجه مشروعات جديده قد ما هي كانت خصخصه وحق ملكيه بينتقل من شخص الى اخر. فانا يعني شايف ان الاستثمارات نوصل ل 10 مليار ده معقول، في ان هو خطه ان شاء الله، او في توقعات المؤسسات الدوليه انه هيزيد السنه اللي وراها يوصل ل 12 ومن ثم 15. نعم. دي كلها نتائج ايجابيه، لكن برضه هنروح برضه ثاني للمواطن البسيط. يعني انا الكلام ده برضه كلام على مستوى الاقتصاد الكلي، هي السياسه في النهايه والاقتصاد هو المواطن البسيط. لازم يشعر المواطن. طبعا في بعض الاجراءات قامت بيها طبعا الحكومه وهي برضو فيها قصور، يعني هي برضو مش عارفه تطبق الاجراءات بالشكل الكامل علشان المواطن يشعر برضا كامل. يعني مثلا كانت بتقوم رفع الدعم في التموين للمواطن اللي بياخد تموين على البطاقه الزكاه، رفع دعمه ل 50 جنيه، زياده خدمات الحمايه الاجتماعيه، زياده الخدمات الحمايه الاجتماعيه دي هي كمان اللي طرحها الصندوق وقال هي دي الاساس بالنسبه لي علشان تحمي المواطن، وجبات في المدارس، رفع المزايا للمعاش التقاعدي، في علاوه استثنائيه خدوها الموظفين من شهرين لمواجهة الغلاء. طبعا الكلام ده كله مش كفاية، لكن هو طبعا الإصلاح الاقتصادي ده علاج مر. فلازم أن تستحمله، يعني هتستحمل فترة، لكن هو إن شاء الله يعني الواحد يكون متفائل خير إن على مرور الوقت ان الامور تتحسن. يعني من ضمن المراره ارتفاع اسعار، من ضمن المراره طبعا ارتفاع الاسعار لا صوت فيه على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا زياده كبيره انا لسه عرفتها طبعا النهارده القرار صادر. نعم. طبعا الحكومه بقدر المستطاع بتنمي مواردها الضريبيه، بتفرض ضرائب على شركات، بتفرض ضرائب على انشطه محتاجه ضرائب، الميزانيه العامه للدوله. اذا هي صوره من صور فرض الضرائب الجديده. طبعا صوره من صور فرض الضرائب. الميزانيه العامه للدوله وصلت تريليون و400 مليار. الايرادات 850 مليار. الفرق 370 مليار هنمول منين؟ احنا طبعا خفض. البعض يربط هذه الزياده بالشركه الجديده.
هي بتبقى الاسعار، الاسعار بتبقى ثابته، الاسعار الضرايب هنا هنا بيبقى ثابت على الاربع شركات واحد، ما فيش شركه بتبقى مميزه عن الثانيه. ده كمان هي بتبقى الشركه الجديده هي اللي متضرره لان هي لسه داخله السوق جديد، لسه ما خدتش وضعها في السوق، لسه ما عملتش لم تجني ارباح لسه لم تجني ارباح بعد، لكن الشركات الثانيه هي اللي ابتدت حققت ارباح طائله وارباح كبيره بالمليارات بالمليارات، والكلام ده معروف للجميع. ربما دقيقة بقيت أمامنا، متفائل؟ طبعا أنا متفائل، التفاؤل جاي من لغة الأرقام، جاي من مؤسسات التمويل الدولية، شفنا مؤسسات الائتمان الدولية والوكالات الائتمان الدولية قالت أن نظرة المستقبل المصري نازلة مستقرة ومتفائلة، أشارت برضو قالوا في التقارير الدولية مثلا زي تقارير ممارسة الأعمال وتسهيل الأعمال التجارية، مصر في 2017 مثلا ترتيبها كان من 76 بقى 72 في تطور مستمر، في تقرير التنافسية الدولية برضو انت بتاخد في تطور مستمر. نعم. نيجي نبص للدول الثانية الكبيرة، الدول العظمى، دولة زي الصين هتعمل منطقة صناعية صينية في اقليم قناة السويس، روسيا ده بناء على معلومات والاحصاءات بتاعتها، في الغالب كلها مشاريع طويلة الاجل. طول لا يعني روسيا هتشتغل من 2018 استراتيجية اقصد لا من 2018 هيشتغلوا من 2018، احنا طبعا عندنا مناطق صناعية ومناطق محورية هيشتغلوا على طول، هيبتدي في جزء من الانتاج هيطلع كمان سنة. نعم. السنة اللي وراها طبعا هتتوسع بشكل، احنا هنستفيد من المناطق الصناعية دي في المقام الاخير نقل الخبرة ونقل التكنولوجيا لان احنا محتاجينها ومهمة جدا عندنا علشان نقدر نعتمد على ذاتنا ونعتمد على المهندس المصري والعامل المصري ورجل الاعمال المصري ان هو تكون متوطن عندنا. اذا الرشوت تتلخص في العمل والإنتاج وضبط السوق وضبط السوق والرقابة. نعم، شكرا جزيلا دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، شرفتني في هذا. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا لك. ما زال لدينا الكثير من الفقرات، فصل ونواصل، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم. بعد رحلة مخاض عسيرة بدأ مشروع قانون التأمين الصحي رحلته للخروج إلى النور بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، لتتم إحالته إلى مجلس الدولة لضبط نصوصه، على أن يعود بعد ذلك إلى مجلس الوزراء ليتم الموافقة عليه نهائيا ويتم عرضه على البرلمان. خطوات عدة ينتظرها مشروع القانون ليلبي أحلاما طالما حلم بها أبناء هذا الوطن لتقديم خدمة صحية متميزة قادرة على توفير علاج كريم وبدون تمييز للشعب المصري كافة. حول مشروع القانون الجديد نتابع هذا التقرير ونعود لنستكمل حوارنا. بعد أن وصل الإنفاق على الصحة من جيوب المواطنين إلى أكثر من 70%، بدأ قانون التأمين الصحي رحلته للخروج إلى النور بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، لتتم إحالته إلى مجلس الدولة لضبط نصوصه، على أن يعود بعد ذلك إلى مجلس الوزراء ليتم الموافقة عليه نهائيا. ومن المتوقع أن يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل منتصف العام المقبل، حيث أنه من المقرر أن يتم التطبيق بعد 6 أشهر من إقراره في البرلمان. القانون الذي يتكلف تطبيقه نحو 140 مليار جنيه نص على تشكيل 3 هيئات، وهم هيئة التمويل الخاصة بتجميع عائدات الاشتراكات والمساهمات، وهيئة الرعاية الطبية وتشمل جميع المستشفيات الحكومية والخاصة والوحدات الصحية التابعة للجيش والشرطة، بالإضافة إلى هيئة الرقابة والاعتماد والجودة. تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي الشامل ويمثلون نحو 23 مليون فرد بمتوسط تكلفة الخدمة الصحية 1000 جنيه سنويا، وعدد غير الخاضعين للتأمين الصحي 17 مليون فرد، ويصبح إجمالي متوسط المتوقع ما تتحمله الخزينة العامة حوالي 40 مليار جنيه تقريبا. القانون الجديد حلم طال انتظاره للحصول على خدمة طبية متميزة، فالأيام القادمة ستكشف مدى ملائمته لطموح الشعب المصري الذي عانى من هذا القطاع لسنوات عدة. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم في هذا الجزء من هذه الحلقة، دكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب. أهلا بك دكتور مجدي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. بداية دكتور، أهلا بك، أنتم في لجنة مهمة في مجلس النواب، من أهم اللجان، لجنة الصحة هي الأهم. نعم، أو الأهم بدون شك، هي الأهم على وجه الإطلاق،
لانه الهيئه لا بدون صحه مش هيبقى في تعليم ولا هيبقى في زراعه ولا صناعه ولا حاجه خالص. اصل كل شيء الصحه والتعليم. طبعا دي حقيقه. اهلا بك معنا في هذه الحلقه. اهلا وسهلا. بدايه دكتور، عندما نتحدث عن قانون للتامين الصحي ببساطه لمشاهدينا الكرام، ماذا تعني كلمه تامين صحي وانواع هذا التامين؟ هو التامين الكلمه نفسها جايه من الامن. ان يشعر المواطن بامنه الصحي. واعتقد انه دينيا وعرفيا وتقاليد واعرفه كله دايما اللي بيامن على ماله وصحته واسرته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات امنا في سربه عنده قوت يومه، معافى في بدنه، فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كما قال صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. والاديان كلها بتقول كده، انه انا اذا كان عندي امان في قوتي وفي بدني فالدنيا كلها، وطبعا في اسرتي وكده. فالامن التامين من الامان، من الامن. نعم. الحقيقه ما فيش دلوقتي، العالم كله ما عادش في حاجه اسمها منظومه صحيه مبعثره كما هو موجود في مصر. مبعثره؟ طبعا. يعني حضرتك احيانا احنا عندنا انواع مستشفيات وانواع مقدمي الخدمه، انواع متعدده بشكل يصيب المواطن نفسه احيانا باللوثه. يعني لما يبقى المواطن بيروح مستشفى الجامعي عشان يتعالج ويحصل له مشكله، بيروح يشتكي لوزير الصحه. طب المستشفى الجامعي مش تبع وزير الصحه، ده تبع وزير التعليم العالي. ده مثال بسيط على انه تقديم الخدمه الصحيه حتى بيتبع وزارات مختلفه. يعني احنا عندنا كمان في وزاره الصحه نفسها مستشفيات تعليميه. لكن هل هذه مزيه ام عيب؟ عيب كبير جدا. يعني البعض يقول هناك اكثر من مصدر لعلاج الناس في البلد. لا، هو المفروض ان يكون مقدم الخدمه الصحيه تحت جهه واحده، تحت هيئه او جهه واحده تسيطر عليها. وده اللي هيبقى في مشروع القانون الجديد، مزمع انشاء حاجه اسمها هيئه الرعايه الصحيه تشمل كل المستشفيات. منبثقه عن وزاره الصحه. المفروض ما تبقاش منبثقه عن وزاره الصحه، المفروض تبقى مع رئيس الوزراء او مستقله وذات شخصيه اعتباريه، ومن الممكن ان يكون وزير الصحه مشرفا عليها. لكن هي دي المفروض انها ايه بقى؟ المستشفيات التعليميه ومستشفيات الامانه ومستشفيات اليوم الواحد ومستشفيات الجامعيه والمستشفيات التابعه للهيئات المجتمع المدني والمستشفيات المدنيه، كل انواع المستشفيات، والمستشفيات التكامليه والمستشفيات المركزيه والمستشفيات كل دي لازم لها هيئه. أنا ليه النهاردة بلاقي إن التمريض عجز، في عجز كبير جدا في التمريض في بعض المستشفيات، وفي زيادة كبيرة جدا؟ لأنه ما عنديش هيئة بتقول وعندها داتابيز أو قاعدة معلومات. بالظبط كده، قاعدة معلومات بتقول إن المستشفى الفلاني ناقصه 2 ممرضة، المستشفى الفلاني فيه 3 ممرضات، آخد واحدة من الثلاثة أوديها هناك يبقى بقى عندي ناقص واحد ويتبقى 2 ممرضة، وهكذا. نعم. ما عنديش قاعدة. ليه؟ لأن الحقيقة حمل ثقيل جدا 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 على وزارة الصحة. كل هذه وزارة الصحة بتقوم بكل الجزء الوقائي، بتقوم بكل الجزء العلاجي، بتقوم بكل الوحدات. لا، الوزارة بيشملها كل الجزء الوقائي وبيشملها كل الجزء العلاجي وبيشملها الدواء، بيتبعها الدواء وبيتبعها الشهادات والتصريحات والتراخيص والإجراءات فإذا وزارة الصحة الحقيقة عايزة 30 وزير مثقلة، عايزة 30 وزير. يعني مفيش وزير في العالم كله يستطيع ان يقوم بكل هذه المهام بجوده. مش صعب. فدايما بنظلم وزير الصحه لما نقول ايه ده مقصر في حته. ما هو مقصر ازاي اذا كان عنده 30 40 جهه بيشتغل فيها؟ ومعاه ناس بتساعده، لكن الحقيقه حمل على شخص كبير جدا جدا. فهي يمكن بدايه انه تفصل، يعني فكره التامين الصحي اللي جايه الجديده دي هتفصل بقى. مفيش حاجه اسمها التامين الصحي يتبع الوزير، لا. خلاص، او يتبع الوزاره. هيتعمل هيئة عامة للتأمين الصحي الشامل تتبع رئيس الوزراء. وهيئة مستقلة. هذا في القادم. في القادم. حاليا من المسؤول عن وزير الصحة؟ مباشرة. في هيئة للتأمين الصحي، هيئة للتأمين الصحي بتتبع وزير الصحة. إنما بعد كده دور هذه الهيئة بعد إقرار القانون إن شاء الله. هي هيبدأ نوع من الإحلال، ودي نقطة برضو بنقولها، نقطة مهمة جدا. الهيئة الحالية بتكفل 56% من سكان مصر بالتأمين الصحي. على قلة خدمة التأمين الصحي الحالية ومشاكله الكثيرة جدا، إلى أنه الحقيقة بيقدم خدمة كبيرة جدا وفقا للإمكانيات المادية والتمويل بتاعه. لكن هو بيغطي 56% من الناس، يعني تقريبا فوق المدارس والمؤسسات الحكومية والموظفين. دلوقتي هو وصل ل 56 أو أكثر من الشعب المصري، يعني معدي تقريبا 50 مليون. احنا عندنا مشكله في القانون اللي جاي انه هيبدا يشتغل من جديد على محافظات. بمعنى انه هيبدا يشتغل في 5 محافظات تتمتع بالتامين الصحي الجديد بقوانينه الجديده دون المحافظات الاخرى.
يعني 22 محافظه التانيين مش هيتمتعوا بالتامين. ولماذا هذه الطريقه فيها؟ ما هي الطريقه دي غريبه، والحقيقه احنا لنا تحفظ برضو الكثير مننا في كمجلس نواب لنا تحفظ على هذا، لانه أو العائق امام تمرير القانون، لانه الكلام ده يطبق في ايه؟ في بلد ما فيهاش تامين صحي خالص. فابدا اطبقها جغرافيا محافظات محافظات، وهو بدا سنه 1964 في فكره المنهج التجريبي وشبه التجريبي في البحث العلمي. بالظبط كده بالظبط كده. انما النهارده انا عندي تامين صحي، ابني عليه ولا هده؟ الاستفاده بطبيعه الحال من القائم، من القائم لديه قاعده معلومات وبيانات عن 56% من سكان مصر. من ضمن الناس اللي لازم يخشوا في التامين الصحي الفقراء، وحتشملهم الدوله اللي هم يعني الغير قادرين. يعني وكأنك تقول الآن أن الفقراء ليسوا من 56% من المشمولين الآن، لا مش متمتعين بالتأمين الصحي لأن هم غير قادرين، وما فيش مش بيشتغلوا في وظائف تسمح لهم بأن التأمين عليهم، ودول كلهم لابد أن يحصروا. ونشوف بقى الفقير اللي هو إيه، ووفقا لتعريف الفقير، تعريف الفقير والأدنى والأقصى الحد الأدنى إلى آخره، ونشوف الفقير اللي يستحق أن الدولة تكفله وتدفع 4% الاشتراك بتاعه هيبقى مين. وفقا للإحصائيات اللي موجودة أنه هو حوالي 27.5 مليون أو حاجة زي كده، المهم في حدود حاجة 20% 25%. إذا أنا خدت 25% دول وبقرار جريء سريع جدا ضمتهم لل 56%، بقى عندي حوالي 82% من سكان مصر مؤمن عليهم في قرار واحد. نعم. الناس دي تروح بفلوسها بتمويل، يعني عندهم 3.2 مليار علاج الغير قادرين، علاج على نفق الدوله، و3 مليار علاج الغير قادرين. كنت ساتي الى فكره العلاج على نفقه الدوله، لازم يتلغي. هل هي جزء من التامين الصحي؟ لا طبعا لا طبعا. هل ستكون جزءا في المشروع الجديد؟ خالص، مفيش حاجة اسمها علاج على نفقة الدولة. دي ده اختراع مصري لحل، يعني اختراع مصري الحقيقة. يعني دعنا في هذا الاختراع. هو هناك الكثير من الفقراء في مصر ويحتاج عمليات كبيرة، ده لابد أن تعالجهم الدولة، والمادة 18 بالدستور بتنص على هذا نصا واضحا صريحا. نعم. إنما مسألة أن أخلي ناس تتعالج على نفقة الدولة وناس مش على نفقة الدولة لا يجوز. لكن أليست هناك شروط واشتراطات أنه ما يكونش مؤمن عليه؟ أنه من يعالج على نفقة الدولة يشترط أن لا يكون تابعا أو خاضعا. تحدثنا عن التأمين الصحي، لشبكة التأمين الصحي الموجودة. طفل مثلا قبل سن الدراسة مثلاً. دلوقتي احنا خلاص كل الأطفال مؤمن عليها. يعني الطفل منذ الولادة، منذ الولادة خلاص بيتأمن عليه، والمدارس بيتأمن عليها، والفلاحين حاولنا نعمل لكن لسه ما وصلناش للمرحلة الأخيرة فيهم. وطبعا العاملين بالهيئات الحكومية وكله دول مؤمن عليهم، والعاملين في سلك الجامعي يعني كل دول مؤمن عليهم. كل من هو يعمل في عمل حكومي أو الأطفال منذ سن الولادة لغاية قبل المدارس، والأطفال في المدارس كل دول خلاص. يعني أنت تعلم دخلوا. دكتور، العمل الحكومي في مصر تقريبا 7-8 مليون موظف، القطاع الخاص ما هو ده في القانون. لا دي حاجات اخرى احنا لسه عندنا. يعني انا بقول لحضرتك الفئات ليه تعملها جغرافيا وانت عندك فئات؟ فئه الغير قادرين حوالي 25 مليون دول هدخلهم. يعني حدثني مثلا عن فئات الطلبه، حدثني لا خلاص الطلبه كله وهكذا شرائح. حدثني عن شرائح وفئات على مستوى الجمهوريه، لكن لا تحدثني عن محافظات. لان لما اقول هنبدا في بورسعيد والاسماعيليه والسويس، انت ميزت هذه المحافظات عن المحافظات الاخرى، وهذا مخالف للدستور. انتقال من الشرقيه على طول لبورسعيد واروح اتعالج بتامين صحي واستمتع بالميزه دي. وبعدين لما اعرف ان الشرقيه بعد 10 سنين هيجي لها تامين صحي، لا. وانتم في لجنه الصحه في مجلس النواب عندما تساءلتم وتناقشتم في هذه النقطه بالتحديد، ماذا كانت الردود؟ ما هي الردود؟ هي التكلفه. لكن لو ابتديت جغرافيا عموما اعلي، لو ابتديت جغرافيا بمحافظات معينه ممكن التكلفه تبقى قليله. يعني اول سنتين ثلاثه نشتغل على الخمس محافظات دي فنحسن مستشفياتها. استراتيجيه في 20 عاما مثلا تكون في 13 في 13 سنه وفقا لاخر ما قيل انها 13 سنه. القاهره في اخر مرحله هتبقى بعد 13 سنه. فهي كانت الفكره كلها التكلفه في لما اشتغل على خمس محافظات او ثلاث محافظات التكلفه هتكون اقل من اشتغل على الجمهوريه كلها. لكن هو البديل ان احنا ايه؟ ان احنا نشتغل على فئات معينه برضه في خلال خمس ست سنين اكون شملت كل جمهوريه مصر العربيه وعندي الجهاز موجود اصلا، هيئه التامين الصحي، اطبق عليها هذا القانون الجديد وانتشر كفئات على مستوى الجمهوريه، ما انتشرش جغرافيا. الانتشار الجغرافي اعتقد انه هيبقى فيه نوع من التمييز. اعتقد انه هيبقى نوع من التعطيل، اعتقد انه هيبقى برضه. لكن ايضا دكتور اذا اردت ان تطاع فامر بالمستطاع. طبعا. بما انه ليس معنا احد من الحكومه يرد على هذه طبعا النقطة. في النهايه هي ميزانيه مخصصه للوزاره، وانتم في مجلس النواب وافقتم على هذه الميزانيه. تمام.
لا، هو التامين الصحي الجديد هيبقى له ميزانيه، هيبقى له جزء تاني من الموازنه بمجرد ما نبدا فيه، لانه مش من ممكن ميزانيه الصحه وهي يعني السنه دي زادت لكن مش مستحيل انها تؤدي دور وزاره الصحه. من اين ستقوم بالتمويل؟ نعم، التمويل، وهل المواطن سيتحمل جزء من هذا التمويل؟ وهل ستقدمون له دواء ام فقط كشف ورعايه وما الى ذلك؟ وشكرا. كل لا 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 خلاص، يعني بموجب حملك لبطاقه التامين الصحي وحملك لبطاقه الرقم القومي المصري هتحصل على علاجك ورعايتك الصحيه وكله، بس على كل ال 93 مليون انه يدفع 4% من دخله العام، يعني الدخل العام بتاع المواطن هيدفع عنه 4%. نعم. 3% بتتحملهم جهة العمل، و1% بيتحملها الموظف أو الإنسان الشخصي. نعم. الأسر، الزوجة 2% إذا كانت لا تعمل، 4% طبعا من دخلها إذا كانت بتعمل. الأطفال حاليا محطوط 75% لكل طفل بيتحملها ولي أمر الطفل أو أب الوالد. فده تقسيمه الاشتراكات، وكل مصري هيدفع اشتراك. الفكره كلها ايه في النظام الجديد اللي هو متبع برضه في دول كتير جدا؟ انا راجل دخلي عالي جدا، ال 4% بتاعتي هتبقى كميتها كبيره. نعم، نسبه وتناسب. لا، وفي النهايه الكل يحصل على خدمه طبيه جيده، وغير كده كمان انها هتبقى نوع من التكافل، يعني انا هدفع مليون جنيه. نعم. 4% بتاعتي جيد. هعالج معايا ناس. يعني طرحت نقطة مهمة دكتور مجدي، وهي فكرة بعض المحافظات تميز عن محافظات أخرى. وجهة النظر الأخرى، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور علاء غنام، عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحي بوزارة الصحة. أهلا بك دكتور علاء. دكتور علاء، أهلا وسهلا. أهلا بك. أهلا بحضرتك وبضيفك. أهلا بك. معي في الاستوديو الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب. تحياتي ليك. اهلا بك يا دكتور علاء. اهلا دكتور علاء، ازاي يتحدث دكتور. اهلا بك. يتحدث الدكتور مجدي دكتور علاء عن ان هناك خمس محافظات فقط سيتم تطبيق في المشروع الجديد للقانون تطبيق القانون عليها، ومن ثم على مراحل في المرحله الاولى، ومن ثم على مراحل مختلفه يتم التعميم على مستوى الجمهوريه. هو ينتقد هذه النقطه ويقول ان الكثير من اعضاء لجنه الصحه في البرلمان وبالتالي اعضاء الجمعيه العامه في البرلمان لم يوافقوا على هذه النقطة. كنت تسمعنا ومتابع معنا الحلقة، كيف ترد على هذه النقطة بالتحديد؟ والله أنا عايز أقول لصديقي العزيز الدكتور مجدي أنه القانون ده قانون إصلاح للمنظومة الصحية. نعم. أساسا، وكل الدراسات الدقيقة الاكتوارية اللي اتعملت أظهرت أنه لا يمكن تطبيقه إلا تدريجيا، وتدريجيا يعني لازم ناخده على الأقل في حزم من المحافظات. وفي الغالب احنا عندنا 6 مراحل في هذا القانون، لأنه تكلفته الإجمالية ضخمة جدا. والنقطة الثانية أنه ما فيش أي غضاضة ولا تناقض بين أني أبتدي الإصلاح اللي هو عملية إعادة هيكلة شاملة للمنظومة وتوزيع للأدوار وتأمين أسري، لأن المبادئ العامة للقانون الجديد تختلف تماما عن القوانين السابقه اللي بيشتغل بيها التامين الصحي من 64. نعم. لاول مره بنعمل تامين على الاسره مصريه. الو؟ نعم، معك دكتور، اسمعك بوضوح، تفضل. وحزمه شامله من الخدمات بتقدم من خلال الرعايه الاساسيه والرعايه الثانيه والرعايه الرعايه الثالثه. ده كله جديد، ان انا بعمل تامين من نوع جديد خالص. بعمل كيان للتمويل منفصل، وكيان لتقديم الخدمة منفصل، وكيان للجودة والاعتماد منفصل، ودور جديد لوزارة الصحة مختلف تماما عن دورها منذ تأسست سنة 36. أنا بقول دي ثورة في القطاع الصحي. لما أجي أطبق هذا النظام الجديد أو هذا الإصلاح، أنا مجبر أنه أبتديه تدريجيا وجغرافيا، وستظل المحافظات الأخرى تعمل بالنظام القديم طوال قرابة 10 سنوات. النظامين هيبقوا متجاورين لحد النظام الجديد ما يتم شموله لكل الجمهورية. ده التفكير العملي. يعني وجهة النظر الأخرى التي طرحها دكتور مجدي مرشد دكتور علاء، يقول بدل أن نأخذ محافظات بعينها الفقراء أو غير القادرين للنظام الحالي. نعم. يبقى أنا ما عملتش إصلاح. لا، هو يتحدث عن لا لا، انت هتطبق كل القانون يا دكتور علاء باصلاحاته
على فئات. على كل اللي موجود عندك وبرضه تدريجيا. صعب. بس لا مش صعب. صعب غير عملي. لا ليه الصعب اللي فيه؟ يعني انت محتاج تعيد هيكله المنظومه نفسها. جميل. وتبني ثلاث هيئات جداد مش لا يعني خلينا نتفق دكتور علاء الهيئه القديمه دكتور مجدي خلينا نتفق ان الهيئات تاخر جدا اعلانها. انا الحقيقه مصر وما زلنا كلنا او معظمنا في لجنه الصحه انه هيئه الرعايه الصحيه وهيئه الاعتماد والجوده لابد ان تسبق البدء في التامين الصحي. الحقيقه دول اتاخروا جدا. هي نقطه خلافيه ايضا. طبعا ده دول اتاخروا يعني جدا. احنا صديق كان لازم نبداوا عشان مجدي. نقدر نشتغل يا دكتور مجدي انت صديق عزيز واحنا اتناقشنا وانت اعز يا دكتور اتناقشنا فيه كثيرا طبعا. انا مش هحط العربيه قبل الحصان انا الاول اقر هذا القانون لا الحصان قدام عشان يجر العربيه وهيئه يعني الرعايه الصحيه حصان وهيئه لازم الجوده حصان لازم لازم انتهي من هذا القانون الاول كتشريع كتشريع انتهي منه اما عمليه التطبيق والتنفيذ ممكن نتكلم فيها ونتناقش لكن هو سؤال دكتور علاء هي الفكره ان ننتهي من القانون وشكرا وانتهينا من القانون ومبروك للحكومه مش كده ام نضع قواعد ثابته كي نبني بشكل جيد لا الان طب منطقيا يا دكتور علاء دعني اطرح سؤال يعني لا منطقيا فرصه يرد دكتور تفضل دكتور علاء الان في مراحل تنفيذيه للاعداد لهذا القانون يعني اسمح لي بهذا السؤال دكتور يعني عفوا أنتم يعني أنتم كحكومة وأنت الآن معنا تتحدث بلسان الحكومة من المفترض في وزارة الصحة لا لم تأخذه باسم الحكومة يعني عفوا لست متحدثا بلسان الحكومة لكن تنقل وجهة نظر دكتور علاء عضو اللجنة جيد إن لم تستمعوا لآراء أعضاء مجلس النواب المصري ممثلي الشعب وهم من الأطباء أيضا من تستمعون؟ إحنا بنستمع لآراهم وبنحترمها جدا بنستمع لآراهم وبنضعها في الاعتبار واحنا اتناقشنا مع الدكتور مجدي اساله يعني مرارا وتكرارا هو معك مرارا وتكرارا طبعا 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 على كل الاحوال اول مره يعني لا طبعا ومش اخر مره لسه كتير مش اخر مره لسه كتير احنا قدامنا في البرلمان حوار طويل ما دام القانون لم يظهر للعلن وينشر في الجريده الرسميه فاكيد هناك نقاشات كثير ما زال قدامنا نقاشات يعني لابد ان شاء الله شكرا جزيلا دكتور علاء تحياتي يا دكتور مجد تحياتي شكرا دكتور علاء غنام عضو اللجنه القوميه لتعديل قانون التامين الصحي بوزاره الصحه هو اللي عايز اقوله ان حتى الاختلاف يعني هو مما لا هو اختلاف للوطن انها ثوره نعم ومما لا شك فيه ان الحلم ده احنا بنحلمه من 64 من سنه 1964 فتحقيق التامين الصحي للمواطن المصري ده حلم مفيش كلام فيه ومفيش حل اخر ان انا اقدم خدمه صحيه محترمه واخلي المواطن يبقى فعلا بيحصل على حقه في الرعايه الصحيه والامن الصحي باحترام وبكرامه الا التامين الصحي. هو بس القضيه يمكن حضرتك لمحت لها ان احنا مش عايزين نقول هنعمل تامين وبعدين يعني لابد ان احنا الحقيقه نناقش كل هذه الامور بشكل واضح مين الاول ومين بعديه ونبدا ازاي وهل نبدا جغرافيا ولا نبدا بفئات زي فئه الغير قادرين وبعدين بعد كده فئه مثلا رجال الاعمال اللي مش مسجلين وبعدين بقى فئه العماله الغير منتظمه وفئه الفلاحين غير مدرجين والحاجات دي كلها ناخدهم فئات على مستوى الجمهوريه ولا نبدا محافظات وفي كل هذه المراحل محتاج تمويل عشان احسن اداء الخدمه فهي الفكره كلها انه لابد ان يكون في وهيكون في نقاش طويل جدا الهدف منه تحقيق التأمين الصحي اللي بنحلم بيه كبرلمان الذي يليق بالمواطن المصري وبتحلم بيه الحكومة طبعا وبتحلم بيه الحكومة وبيحلم بيه المواطن عشان الحقيقة ننقل المواطن لمرحلة يبقى أمنة صحيا على نفسه شكرا جزيلا الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب شرفتني في هذا الجزء وقت انتهى معك سريعا في هذا الجزء اعملوا جيدا فأنتم كما قلت في بداية هذه الحلقة أهم لجنة في مجلس النواب والشعب يعول عليكم كثيرا وكثيرا وكثيرا شكرا جزيلا دكتور شكرا جزيلا لك بقيت معنا فقرة المحافظات بعد الفاصل
اهلا بكم. وصلنا لجوله في محافظات المحروسه، نطوف فيها من شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها، نبحث عن همومها واحلامها التي حازت على اهتمام واسع من اهلها. نبدا جولتنا من شرم الشيخ، حيث يختتم ملتقى الاديان العالمي اعماله بالمدينه، وقد تم اعلان توصيته بمؤتمر صحفي بوادي الراحه بسانت كاترين. هذا وقد انطلق مؤتمر ملتقى الأديان تحت شعار سيناء عاصمة السياحة الدينية، وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن المؤتمر يهدف إلى بث رسائل سلام للعالم بأن مصر آمنة، وأن جنوب سيناء عامة وسانت كاترين بصفة خاصة ملتقى الأديان الوحيد على مستوى العالم. المزيد ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة اللواء أحمد حمدي، نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا بك فندم، مساء الخير على حضرتك وكل المشاهدين الكرام. أهلا بك سيادة اللواء. بداية سيادة اللواء، حدثني ما هي أهم الرسائل التي أردتم توصيلها من هكذا مؤتمر للعالم أجمع؟ هي دي، إحنا أول حاجة بنقول رسالة سلام من أرض السلام، طبعا أرض السعودية دي نمرة واحد، رسالة إيجابية للعالم كله بسلامة المقصد السياحي المصري وخاصة منطقة شرم الشيخ. مش عايزين نقول لا اعتبارات ثانية، لكن احنا بنوجه منها رسالة إيجابية للعالم كله. الحاجة الثانية اللي احنا بنتكلم فيها وهي السياحة الدينية، احنا طبعا معنيين تماما بالسياحة الدينية، وان شاء الله يوم الأربعاء القادم معالي وزير السياحة موجود في الفاتيكان عشان ان شاء الله نزشن رحلة الآلة المقدسة اللي هي جزء من السياحة الدينية عندنا، فأعتقد دي هتبقى يعني عامل مساعد لينا لرحلة الآلة المقدسة إن شاء الله. اختيار شرم الشيخ بالتحديد لهكذا فعاليات كيف ترى سيادة اللواء؟ هو حضرتك شرم الشيخ كانت البداية، لكن الفعاليات الأساسية في مدينة سانت كاترين، لأن سانت كاترين وولد المقدس هو طبعا دي ملتقى الأديان الثلاثة، وإحنا كنا موجودين النهارده الحقيقة في الدير، وتفاجأ إن يعني المسجد موجود بجوار المأذنة بتاعة الجامع موجودة في قلب دير سانت كاترين، جنبها بشويه الوادي المقدس هو جنبها جبل موسى، فهذه المنطقه الحقيقه بتدي رساله للعالم كله ده ملتقى الاديان بالكامل، واعتقد يعني ان شاء الله باذن الله تعالى يبقى وادي الراحه مشروع ان شاء الله جديد باذن الله نحطه على خريطه السياحيه لكل العالم وكل ديانات العالم، استدلال للتسامح ونبذ الارهاب ورساله سلام من ارض السلام سانت كاترين ان شاء الله. برايك سياده اللواء ونحن في ختام اعمال المؤتمر، اهم التوصيات التي خرجت؟ اهم التوصيات ان احنا ان شاء الله بنرفع بعض الكفاءه للطرق وخاصه الطرق المؤديه لمدينه سانت كاترين او للدير بالذات دير سانت كاترين، واعتقد مع المحافظ شغالين فيه بجديه يمكن خلال فتره صغيره جدا هتبقى الطرق يعني ان شاء الله احسن كتير. ان شاء الله في توجيه برضه بالنسبه للمطار وتشغيل المطار، بنحاول نلقي الضوء ان احنا يبقى عندنا رحلات ولو حتى رحله يوميه من القاهره الى مدينه سانت كاترين، لان طبعا برضه ده بيخلي رحله اليوم الواحد تبقى ممكن تتعمل، فيعني كلها بتلقي الضوء على ان احنا ازاي نفعل مدينه سانت كاترين ونرجعها
الى وضعها الطبيعي كعاصمه للسياحه الدينيه في العالم كله. وكان معانا السيد وزير الاوقاف النهارده، واعتقد كان قال خطبه عظيمه جدا في صلاه الجمعه، كانت خطبه جامعه لكل الاديان، واعتقد يا ريت الناس كلها حتى لو يعني نستطيع ان احنا نترجمها، لانها كانت خطبه موجهه مش للمسلمين بس، لكل العالم بتدعو للتسامح وبتدعو ان الاديان بالكامل هي من منظومه واحده ومن ايقونه واحده من المولى سبحانه وتعالى، مولى واحد لينا جميعا كلنا، وحريه الاعتقاد دي موفوره للناس كلها طالما ان هو ما بيضرش اي حد ثاني. نعم. وعندما تتحدث عن الأديان، هناك دائما مطالبات بتجديد الخطاب الديني لمواجهة الإرهاب ومواجهة منابع الإرهاب. كيف يتم الاستفادة القصوى من هكذا مؤتمرات في هذا الشأن؟ ما هو ده يا فندم، ده من الرسالة بتاعت النهاردة، نبقى كلنا موجودين على مثلا طالعين جبل موسى. نعم. مسلم ومسيحي ويهودي، بنقول ده هذا الجبل موسى، وكلنا عارفين ان ده الجبل اللي تجلى عليه المولى سبحانه وتعالى سيدنا موسى. اعتقد ده بيدوب كل الفوارق اللي بين الأديان، وخلينا كلنا نتجه الى التسامح، نتجه الى زي ما بنقول كده، بلاش حته نقول الاخر، لاننا كلنا اخر، كلنا واحد، وكلنا من يعني من نبع واحد. فاعتقد كل هذه الرسالات ان شاء الله بتدوب حاجات كتير جدا جدا، وبتشيل افكار كتير مغلوطه، وان ده يكفر ده وده ما يكفرش ده، وده يعتبر ان هو الوحيد يعني اللي يعني هو المختار من المولى سبحانه وتعالى. ابدا، كلنا يعني كلنا لا، معتقداتنا والمولى سبحانه وتعالى هو اللي بيتقبل مننا، وكل واحد بقى علاقته بالله سبحانه وتعالى علاقه خاصه تماما لا يعلمها الا المولى سبحانه وتعالى. سياده اللواء، وانت نائب رئيس هيئه تنشيط السياحه، ماذا تنتظر مصر من السياحه الداخليه؟ انشاء السياحه الدينيه يا حضرتك، او عفوا السياحه الدينيه. وان شاء الله انا بطمن حضرتك ان احنا يعني ان شاء الله باذن الله تعالى، اعتقد ان بدايه شهر اكتوبر اللي احنا فيه ده، يمكن كمان اسبوع، هيبقى عندنا رحلات خاصه للسياحه الدينيه، وخاصه ناحيه العين المقدسه احنا بذلنا فيها جهد كبير جدا مع اخواتنا في الاثار والمحافظات المعنيه. فعندنا حوالي من 6 ل 8 مكان جاهزين انهم يستقبلوا السياحه الدينيه. حضرتك ما تنساش ان احنا الدوله الوحيده في العالم اللي استقبلت المسيحي زي ابن مريم، وقعد فيه 4 سنين، واحنا كسياحه بنقول ان المسيحي زي ابن مريم ده اعظم سايح في العالم، ما فيش سايح في الدنيا يعني راح حته غيره. فاحنا بنفتخر ان يكون المسيحي زي ابن مريم اعظم سايح زار مصر. فان شاء الله باذن الله تعالى، ان شاء الله باذن الله في يعني بدايات اكتوبر يبقى عندنا رحلات خاصه جايه للسياحه الدينيه او رحله العلا المقدسه تجوب مصر ان شاء الله باذن الله تعالى في حوالي من 6 ل 8 اماكن، وتبقى دي باكوره ان شاء الله. احنا بنتكلم في 22 مكان، في 8 ان شاء الله جاهزين، ونبتدي تباعا كده نوصل ل 22 مكان، وتبقى رساله جميله نستقطب فيها باذن الله تعالى كل المعنيين برحله العلا المقدسه. شكرا جزيلا سيادة اللواء أحمد حمدي، نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة، كنت معي من شرم الشيخ. ومن شرم الشيخ ننتقل إلى الغردقة، حيث نفذت سلطات مطار الغردقة الدولي صباح الأربعاء الماضي تجربة طوارئ للسيطرة على حريق وتفكيك قنبلة على متن طائرة. وأكدت سلطات المطار أنه تم تركيب 14 جهازا بالبصمة البيومترية داخل المطار، مؤكدا أنه جار تركيب أجهزة المنظومة الأمنية بمبنى ركاب رقم 2، حيث تم تركيبها في مبنى ركاب رقم 1، كما أنه تم تركيب 150 كاميرا مراقبة تابعة للمنظومة الأمنية بالمطار خارج الأسوار. تعليق على هذا الملف، ينضم إلينا عبر الهاتف كابتن طيار هاني جلال، كبير طياري مصر للطيران سابقا. أهلا بك كابتن هاني. أهلا بك. أهلا بك. كيف تتابع هكذا أخبار إجراءات احترازية وزيادة في الأمن للمطارات المصرية؟ هو الحقيقة قبل ما يعني ما نخش في الموضوع ده بالذات، أحب أقول لحضرتك إن إحنا التفتيش على المطارات المصرية ده بقاله 12 سنة، وبعض الدول اللي طلبت التفتيش ده كانت بتفتش زي الولايات البدايه كانت الولايات المتحده، وكانت بتفتش مره سنويا. نعم. وفي بلاد بعد كده طلبت منها زي روسيا مثلا كان مرتين في السنه، واجتزنا كل التفتيشات الدوليه دي من ايامها لغايه النهارده، لغايه ما جت موضوع حادثه الطياره الروسيه. يعني حضرتك طبعا في الخلفيه بتاعت الموضوع ده، اللي حصل انهم طلبوا بعض طلبات زياده واحنا نفذناها واستدعيناهم علشان يشوفوا التنفيذ ده بنفسهم. نعم.
لكن احنا ملناش سبقة، يعني ما كانش في ناقص حاجة وكملناها، احنا زودنا على اللي موجود، لكن اللي كان موجود كان ساتسفاكتوري او مرضي لكل نعم. التفتيشات السابقة خلال 12 سنة. انا حضرت الكلام ده بنفسي. نعم. شكرا جزيلا كابتن طيار هاني جلال كبير طياري مصر للطيران، واعتذر منك لانتهاء وقت الحلقة، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة. من القاهرة أيضا من هنا أنقل لكم تحياتي، محمد الرميحي، سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.